مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من خلال برنامجكم العربي بيت للكل. حقيقة اليوم حلقة مثيرة للجدل، نتحدث بها عن أدق التفاصيل خلال شهر رمضان المبارك بأعمال مهمة قدمت للمشاهد العربي إن كان على صعيد فلسطين والأردن ومصر وأيضا العراق. هناك أحداث مهمة راح نتحدث بها أنا وزملائي وأيضا مع ضيفتنا في حلقتنا لهذا اليوم. مساء الخير عليكم. مساء النور يا احمد، وافتقدناك في الحلقات اللي قبل رمضان. بس احنا عارفين اكيد يعني اجتماعنا في حد ذاته دايما بيبقى اجمل حاجه يعني، وشعوبنا بقى بتتفرج بحس كده ان الدايره مكتمله يعني. صحيح يا شفكي، ويمكن هاي حاله التوحد والانسجام بين فريق العمل. كلنا بنتذكر انه في كثير من المسلسلات والدراما العربيه رسخت عنا في اذهاننا، يعني على سبيل المثال صرنا نربط شهر رمضان بفوازير نيلي طبعا، او مثلا بنحكي ليالي الحلميه، او بنحكي على سبيل المثال الشهد والدموع. فصار في اعمال دراميه مرتبطه في اذهان المشاهد العربي بشهر رمضان المبارك. اكيد لنا بنصي عليكم كمان مره، مساء الخير. وايضا يعني هاي المسلسلات اللي بالفعل اثرت في ذهن المشاهد اللي تاثر فيها وحبها، وخصوصا في شهر رمضان. تمام فعلا يا سلام، بس شكلك صايم يعني، خلصت بسرعه يعني. طيب خلصنا رمضان اصلا يعني. كل سنه وانتم طيبين اصلا، لانه احنا لسه بنتكلم على رمضان، بس دايما هو رمضان كده ينتهي ونفضل نتحدث عنه من كتر ما بيبقى فيه انتاجات مختلفه. رمضان الدراما فيه بتبقى هي يعني عنوان زي مهرجان كده كبير، فبالتالي الأعمال بنفضل حتى بعد انتهاء الشهر الفضيل نتكلم عنها، لأنه كل عمل بياخد يعني وقته ان احنا نتكلم فيه. وفي مصر الحقيقة بيبقى فيها زي ما فيه تفاصيل في الحياة الاجتماعية في رمضان، في مصر في تفاصيل كتير في الدراما، وده اللي هنقوم بيه النهاردة من خلال ضيفة متخصصة الحقيقة وناقدة فنية كبيرة اللي هتكلمنا بالتخصص في كل عمل إن شاء الله، وتكون بالنسبة لكم كمان مؤشر يعني عشان الناس تقدر ترجع تتفرج من أول وجديد تانية. هذا الأهم يا شافكي، حقيقة مثل ما تحدثتي عن الدراما وهذه التفاصيل، كل الحديث يرجعنا بذكريات الأعمال المهمة، وأيضا نظل نقارن بين الأعمال القديمة والروايات المهمة التي قدمت من خلال حتى تتر المسلسلات اللي حفظناها من خلال الموسيقى. نعرف بأن هذا الأرابيسك، هذا لنعيش في جلباب أبي، هذا المال كله رمضان يعني. عارف سلام، هو بيتكلم مثلا، فكرة احنا عايشنا مثلا الاختيار على ثلاث مواسم، السنة دي بنعيش كتيبة 101 يعني، زي ما عايشنا زمان رأفة الهجان. وانت مذاكر الدراما المصرية كويس، وجمعة الشوان. من خلال هذه الدراما ايضا في العراق 20 عمل لهذا الموسم، خاصة 2023 قدمت كثير من الأفكار الاجتماعية، إعادة الموروث، إعادة العادات والتقاليد القديمة، أيضا كثير من التفصيلات اللي فقدناها، يمكن حتى عقوق الوالدين اللي بعض الأعمال دخلت من خلال النص اللي كتب الكاتب، وأيضا هناك تجسيد لأبطال الجيش العراقي والحشد في تحرير الأرض العراقية، مثل ما هناك أعمال قدمت في مصر وباقي البلدان العربية، وهناك أيضا هي أعمال من 10 حلقات بالإضافة لأعمال طويلة. كل هذه الأمور يمكن تخلينا في شغف لمتابعة أكثر من الأحداث، لكن مثل ما تعرفون خلال شهر رمضان نكون ملتزمين بأعمال ثانية، ما نقدر نتابع كل الأعمال العربية وخاصة حتى المحلية، نأخذ الوقت بعد شهر رمضان هو اللي يكون وقت متابعة لأكثر الأعمال. مثل ما يقول سلام، يقول لي بأن هذا المسلسل حلو، أو الدكتورة أو شافكي بأن يقول هاي الأعمال هي اللي أجمل، يخليني في شغف بأن أتابعها. نرجع شوي للأعمال الفنية الأردنية، الأعمال كانت زاخرة وفيها إبداع كبير. صحيح. من المجتمع الفني الأردني في مسلسل عيلة طابقين، هذا كوميدي كان، وفي كتير مسلسلات تانية كما حكينا عنها شوية. يعني شوف، عيلة طابقين هو مسلسل كوميدي وعالج مشاكل اجتماعية لكن بطريقة فكاهية، فكان قريب للشارع الأردني، يعني اللي بيدخل في تفاصيله بيعرف إنه عم بيعالج يعني عدد من المشاكل اللي ممكن إنه تتعرض إلها أي أسرة أردنية. صحيح. هلا على سبيل المثال كان عندنا مثلا الفنان الأردني في رمضان هذا العام كان متواجد في أعمال عربية، منذر الرياحنة في مسلسل مصري جعفر العمدة، جعفر العمدة طبعا ممثلنا منذر الرياحنة اللي بنعتز فيه، أيضا في على سبيل المثال المسلسلات البدوية اللي حاضرة كانت واضحة في الدراما الأردنية،
على الشاشة الأردنية. كان للتلفزيون الأردني عدد كبير من الإنتاج. في بوابة نتعرف فيها على الأردن، عادات وتقاليد. بالضبط بالضبط. فالدراما كانت زاخرة. يعني على سبيل المثال كمان الجميل في الموضوع إنه الدراما الأردنية كمان أدخلت فنانين عرب لمشاركتهم مع الفنانين الأردنيين، فصار في يعني حالة من الانسجام العربي والإنتاج الدرامي العربي، ليس يعني الأردني لوحده، وخاصة فيما يتعلق بالفنان أيضا السوري بالتحديد. أكيد أنتوا عارفين أن السنة دي بجد في مشاركات عربية كتير، حتى في الدراما المصرية في مشاركات عربية كتير متنوعة، وده حل مصر. يعني هي طبعا مفتوحة في الفن للجميع، ما فيش جنسية في الفن يعني. طيب يبقى إذن بما أن أنتوا بتتكلموا عن الأردن، إيه رأيك يا أحمد إحنا نروح نشوف كلمة النقد في الأردن؟ يعني أكيد مع الناقد من الأردن، ونشوف يعني كيف عين النقد رأت الأعمال الأردنية والأعمال العربية بشكل عام الدرامية اللي عرضت في شهر رمضان. تعالوا إلى الأردن ونستمع إلى هذه الكلمة. دور الدراما الأردنية على الشاشات المحلية والشاشات العربية كان لها دور مهم وفعال وكبير جدا، وكانت تحمل رسائل مهمة جدا خلال شهر رمضان المبارك، وكانت تناسب كافة الشرائح المجتمع. كان هناك الأعمال البدوية والأعمال الاجتماعية والأعمال الكوميدية، وكانت هذه الأعمال تحمل رسائل مهمة جدا. هذه الأعمال ناسبت جميع شرائح المجتمع المحلي، وكان هناك دور كبير جدا للفنان الأردني محليا وعربيا. عربيا شارك كثير من الزملاء الفنانين الأردنيين في أعمال عربية مهمة جدا، وكان لها دور كبير جدا على الساحة العربية. الساحة المحلية يعني كانت مليئة في الأعمال اللي كان خلينا نحكي مناسبة لكل شريحة. في ناس كانوا بحبوا الأعمال البدوية وكانت هذه تناسب هذه الشريحة، وفي أعمال اجتماعية، في أعمال كوميدية كانت متفاوتة طبعا بالدرجات. كان للتلفزيون الأردني دور كبير جدا في تقديم هذه الأعمال المتنوعة خلال هذه الفترة وخلال شهر رمضان المبارك. نوع في هذه الأعمال، ناسبت كل الشرائح، يعني كانت دورة ناجحة بكل المقاييس. أيضا المحطات الأخرى قدمت أعمال كمان ناسبت جميع شرائح المجتمع. الشيء الملفت للانتباه اللي هو وجود إخواننا وزملائنا وأصدقائنا الفنانين الأردنيين ومشاركتهم في الأعمال العربية، وأيضا هناك كمان فنانين عرب شاركوا في الأعمال الأردنية اللي قدمت في الأردن خلال شهر رمضان المبارك، وهذا شيء جميل جدا. نتمنى أنه دائما تكون في شراكة بين الفنانين في الوطن العربي بهذه الأعمال في الأعوام القادمة إن شاء الله. ودائما هاي الأمنية موجودة عند كل الفنانين إنه يكون في عمل مشترك يشارك فيه جميع الفنانين في الوطن العربي بعمل واحد يقدم على مستوى الوطن العربي كله. عندنا في الأردن صراحة بيئة مناسبة و لوكيشنات مناسبة لإقامة أعمال فنية مهمة. يعني عندنا لوكيشنات في مناطق الجنوب البتراء والوادي رم وبعض المناطق البادية وبعض المناطق القروية، وهذه لوكيشنات يمكن غنية جدا إنها تغني هاي الأعمال اللي ممكن تقدم بالأيام القادمة، وهي مناسبة حتى للأعمال العربية اللي بحب يعني يقدم أعمال عربية حتى عالميا. هيئة الأفلام، الهيئة الملكية للأفلام تستقطب كثير من الأفلام العالمية لغنى الأردن باللوكيشنات الجميلة لتصوير المواقع والمواقع الجميلة اللي موجودة عندنا في الأردن. نتمنى أنه تكون هناك أعمال عربية تستغل هذه الأماكن الجميلة
في الأردن. الدراما في العراق أكيد يعني السنة دي قدمت أكيد موضوعات مختلفة، موضوعات بتهم الأسرة، موضوعات وطنية، أكيد كان ليها تأثير حلو وجميل. وشاكو ماكو الحكاية كانت إيه بقى؟ شاكو ماكو يعني شاكو ماكو الأمور كلها طيبة وبخير من خلال الأعمال اللي انعرضت خلال شهر رمضان. يعني عايز أعرف الناس في البيوت شفت إيه؟ 20 عمل انعرضت، لكن أنا شفت اللي متابع مسلسل مهم اسمه الماروت، أيضا بالعادات والخلافات بين طبعاً. وبعدين أيضا هو للمخرج مهدي طالب، مخرج شاب لكن جميل مبتكر من خلال الرؤية والناس، حتى المشاهد العراقي تلقى الصورة بطريقة ثانية، كواليتي مختلف، صورة حداثة، رؤية إخراجية جديدة لرؤية شاب من خلال هذا النص المهم، تصوير كله داخل العراق طبعاً. خلال هالبيئة، بالإضافة إلى مسلسل آخر اسمه خان الذهب، متابع عن حكاية اجتماعية خاصة بالعوائل العراقية والخلافات اللي صار بكل البلدان العربية. ممكن أنت عارف إن ده حلو جدا، إنه الدراما السنة دي يبدو إنه هي يعني الدراما الأولى هي دراما الأسرة. الأسرة. يعني دراما الأسرة بتنجح بكل اللهجات يعني وبكل بلداننا العربية، لأن هي حياتنا اليومية. ممكن أي واحد يتابع هذه القصص، ممكن عايشها، ممكن سامع عنها ببلده، ما راح يحس غربة بكتابة النص، حيحسها قريبة إلى والعائلته، وخاصة من تمرر مسجات ومعالجات من خلال النصوص لإحياء وإعادة كل الموروثات والعادات والقيم والتقاليد اللي اعتدنا عليها كشعوب عربية. كثير من التفصيلات المهمة الدخيلة اللي دخلت لنا نحتاج لإحياء الذاكرة العربية من جديد من خلال كتاب النص وأيضا الأعمال الدرامية. أكيد أكيد, أكيد. سلام، فرصة أن أنت موجود كمان معنا في الاستوديو، يعني وما نشهده الحقيقة من موجود في الأراضي الفلسطينية صعوبة في حاجات كتير جدا، ولكن مع ذلك كان في الدراما الفلسطينية كانت موجودة وحاضرة بقوة في المشهد الدرامي في رمضان، ممكن تكلمنا عنه؟ أكيد شافكي، يعني دراما بفلسطين خلينا نقول بتخطو خطواتها الأولى ولازالت تستكشف هذا العالم الفسيح من الإبداع اللي ممكن نوصل من خلاله صورة بهية عن فلسطين لكل العالم العربي. في مسلسلات كتير عم تطلع من عنا هاي السنة والسنوات القليلة الماضية، طبعا في جزء منها من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، منها مسلسل أم الياسمين. أم الياسمين مسلسل بيحكي عن عاداتنا، عنا إحنا، لبسنا وتراثنا وأكلنا ومصطلحاتنا اللي بنحكيها إحنا بفلسطين، بلامس بعض المشاكل اللي بنمر فيها من كل النواحي. تصور جوه الأراضي بالضبط طبعاً، تصور في نابلس وتصور في مدن فلسطينية أخرى طبعاً. في مسلسل باب العمود، هذا مسلسل مخصص عن القدس، مسلسل كوميدي بيناقش المشاكل اللي بمروا فيها أهلنا في القدس. يعني طبعاً تعرفوا مدينة القدس يعني طبعاً. هي طبعاً. في 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 حملة شرسة عليها من قبل الاحتلال، فإنه لازم نعالج هذا الموضوع ولو بإطار كوميدي. صح. وأيضاً في مسلسلات كانت سابقة زمان مثل مسلسل كفر اللوز، هذا من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وكان فيه طاقم بيحكي عن مشاكلنا إحنا في القرى الفلسطينية مثل بعض المسلسلات اللي طلعت في العالم العربي. فيعني هاي تجربتنا. في مجموعة حلوة جداً يعني. أكيد طبعاً طبعاً. هذه الأعمال حقيقة داخل فلسطين، في بعض الأحيان المثقف والكاتب والأديب والروائي فلسطين ولادة حقيقة، حتى على مستوى النقد العربي في كل المجالات بها مجالات وطاقات خلاقة حقيقة في كل المجالات الإبداعية. فلسطين رغم جراحها، رغم ما تعاني، رغم قتالها، رغم ما تقدم من شهداء وتضحيات كبيرة، أنت ذكرت بأن عمل كوميدي لكن يقدم قضية القدس هي القضية الكبرى للعرب بصورة عامة. في بعض الأحيان يمكن الشاعر العراقي يقول نصنع من الدمعة والضحكة حبر. صحيح. رغم الجراح، رغم الدموع، رغم الدماء التي تقدم، لكن نحاول بصورة كوميدية نضحك على هذه الجراح حتى نستمر. صح. إلى الأمام. خد بالك أصله الفن سلاح ناعم، بس هو سلاح قوي، سلاح مهم. صح. يعني. صحيح. من خلال هذا خلينا نتابع رأي الناقد الفلسطيني حول الأعمال العربية، وبعدها نعود مجددا لإكمال برنامجنا بيت للكل. مسلسل كبير قوي هو مسلسل مصري ببطولة أحمد مكي، صراحة عشان بيجي كل سنة برمضان وبيجمع العيلة وكوميدي وبضحك. أم الياسمين. زقاق الجن. جعفر العمدة. بتابعش إشي بس زقاق الجن متابع على هذا على التيك توك. في مسلسل العهد بحضره. جعفر العمدة بس بالعربي. في جلطة بحضره. وطن وطن.
حارة الكبة. مسلسلات ممتعة وحلوة، وحلو انك تحضر في رمضان مسلسلات وتضيعي وقت. مسلسل كتير حلو، بحكي عن القضية الفلسطينية، بحكي عن المعاناة اللي عاشوها الفلسطينية وكيف الحصار عليهم وكيف يعني كمان متمسكين في الوطن. تصور في البلد القديمة بنابلس وبقرية اسمها عبوين، فبحكي عن تاريخ عريق، وفكرة المسلسل كتير حلوة وإنها في البيوت القديمة وهيك، فبتوصل فكرة للفلسطينية، كمان بتوصل فكرة للعالم أجمع. يعني بحضر باب الحارة، ويعني مشكل إشي تركي إشي مصري يعني حسب. هو هذا العام تميز بوفرة هائلة من الدراما العربية بكل أشكالها، يعني السورية، المصرية، الكويتية أو الخليجية بشكل عام، وحتى الفلسطينية هناك وفرة. واضح أن هناك الدراما هي رافعة سياسية، رافعة إعلامية، ورافعة ترفيهية أيضا، وواجهة. واجهة الدراما ليست هكذا، ليست فقط للترفيه، وإنما هي أيضا واجهة يتم من خلالها نقل الأفكار والتأثير، وبالتالي هي عمليا إذا بدك الدراما دعائية، وبالإضافة إنها تجارية أيضا، فيها في موضوع تجاري في الموضوع، بالإضافة إنها ترفيهية. ولكن الترفيه هو حبة الكراميل في داخل إطار كبير من المضمون السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولهذا السبب هذه الوفرة، وفرة الدراما، تعني أن هناك جدل كبير في العالم العربي، جدل وفي وجهات نظر مختلفة وفي رؤى مختلفة، لأنك أنت عمليا عندما ترى هذه الدراما ترى وراءها رؤى فكرية واقتصادية. هناك مسلسلات فيها الحبكة الروائية عالي جدا، تشويق عالي جدا، والرسالة أيضا قوية جدا، صادمة حتى ومثير للجدل. هذه المرة هناك كان مسلسلات مثيرة للجدل، هذا يعزز ما قلته أنه هناك جدل كبير في العالم العربي، مواضيع حساسة تعكس المقولات سياسية صادمة، مقولات فكرية صادمة. وأيضا هناك وصل بعض هذه المسلسلات، وطبعا كل احترام لها، وصلت إلى تنقل الحبكة إلى مسألة الملحمة، بمعنى أيقنت البطل، أيقنت الحدث وتحويله إلى ملحمة قوية جدا جدا. وصحيح أنه هذه المرة، هذه السنة، كان هناك في العالم العربي مسلسلات، ولا أريد أن أسمي، كان هناك في مسلسلات وصلت إلى درجة الملحمية بالحركة الكاميرا، بالإضاءة، بالملابس، بتحويل البطل إلى أسطوري حتى. نعم، هذا كان مهم جدا. وعلى فكرة كل ما أنت عملت مسلسل هل قد مؤثر بصريا، هل عمليا انت بتخلي قوة يعني يصل الى الناس وبحبوا الناس. هناك اولا عنف كثير، في عنف هائل. اثنين، في تعدد الاجزاء، اللي بسموه تعدد اجزاء الدراما، وهذا الكلام ايضا في ضعف شديد على فكرة، لانك انت عمليا تستهمل المشاهد. المسألة الاخرى، في فانتازيا كثير على فكرة، فيش مثلا كوميديا كثير. مثلا ليه تختفي الكوميديا؟ ليه بيختفي التاريخي؟ ليه بيختفي الديني؟ ليه بيجي المسلسل العنيف اللي فيه عنف شديد وفي فانتازيا ايضا؟ في فانتازيا حتى في الواقع، في مسلسلات على فكره بلو او هي واقعيه ولكن تقدم بطريقه فانتازيه، وايضا سؤال مهم، لماذا ذلك؟ برايي انه الجدل في الشارع العربي جدل كبير، جدل على كل شيء، على هوية المجتمع، مضمون الدولة، العلاقة بينهم، الاقتصاد، الوضع الحضاري للأمة العربية، للشعوب العربية كلها، الأسئلة الكبرى المؤجلة. وهو يجب أن احنا مش سذج أيضا، المسلسل، أي مسلسل، أي دراما، هي عمليا رافعة على فكر، رافعة على رؤية، ليست ترفيها على الإطلاق. وبالتالي إذا هل قد المسلسلات فيها كل ذلك، إذا معناته شو؟ وين إحنا واصلين معناته؟ الدراما الفلسطينية هذا العام كانت مفاجأة، استغربت أنا شخصيا، ويعني أدعي أني متابع وبحب أشوف وبحب أتبع شو بصير. كانت هذه السنة عندنا مسلسلات رائعة، صحيح بقدراتنا وبكفاءاتنا وبالتكنيك اللي عندنا ومخرجينا الشباب وممثلين الشباب، كان عندنا مسلسلات غريبة عجيبة جميلة
جميلة، التاريخي والوطني والكوميدي حقيقة جميل، وصورت في أماكنها، صورت إذا بدك في ارتجال في ارتجال، في حبكة مش ولا بد، بس مش مشكلة، في حوارات هيك فيها ضعف مش مشكلة، حتى الممثلين لأنه أغلبيتهم يعني جداد، بعضهم جداد، لكن شو القصة هون؟ الجهد، الرغبة في الحضور، الرغبة في تسجيل الاسم، الرغبة في الظهور على الشاشة، الرغبة في الظهور. تعرف إحنا شعب مجروح، فنرغب أن نظهر، نرغب أن نكون على الشاشة وأن نشارك. وصحيح أنه عملنا إشي شغل هذا السنة، بجوز في عندنا بجوز 10 مسلسلات، وعشر مسلسلات متنوعة ما بين الكوميدي والتاريخي والاجتماعي. وكانت أنا شخصيا ولا أجامل نفسي ولا غيري، أنا أستمتع بيها، أنا أستمتع بها، بشوف بالعين وعبوين والقدس القديمة ونابلس وكرة نابلس، هاي مناطق التصوير أنا صايرة أستمتع حتى بضعف هنا أو هناك. كل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نعود ونتابع حقيقة كثير من التفصيلات المهمة اللي شغلت المتلقي والمشاهد العربي في كل مكان، خاصة الأجواء ما يعرض من خلال المسلسلات الدرامية في الشاشات العربية. حقيقة اليوم نتحدث أيضا ممكن عن فلسطين والأردن ومصر والعراق وكثير من البلدان العربية، نتاجات مهمة، وجوه شابة جديدة من كتاب ناس وممثلين ومخرجين، والآخر يتابع بشغف، يحاول النقد بالجانب الإيجابي والسلبي حتى تكون المحصلة طبق من ذهب يقدم إلى المتلقي العراقي. اليوم نتحدث أيضا عن مصر الحاضنة والولادة من نتاجات مهمة على صعيد أكثر من 30 مسلسل عرض من خلال الشاشات العربية، نتابع أعمال مهمة وأسماء مهمة قدمت للمتلقي العراقي هذه الأعمال التي سوف يخلدها التاريخ من خلال ما تنقد بشكل إيجابي أو سلبي. اليوم من خلال هذه الحلقة من برنامجنا بيت الكل سوف نتحدث مع الناقدة والكاتبة والصحفية علا الشافعي، ضيفة عزيزة في برنامج بيت الكل. مساء الخير ومنوراتنا. مساء الفل عليكم. حياك الله سيد علا. يعني احنا كنا عم نحكي برا الهوا، شافكي اعطتنا فكره عنك كم انت ناقده تبتسمي بالنزاهه والشفافيه. عشان بتحبيني بس، عشان شافكي بتحبيني حقيقه. هذا المفتاح. يعني دراما رمضان 2023 كانت زاخره جدا، يعني شاهدنا تفجير للاعمال الدراميه العربيه من مختلف دول العالم. صحيح. الان بالمقابل المشاهد او المتلقي هنالك تنوع في الاذواق، فهل استطاعت الدراما في شهر رمضان هذا العام أن تصل إلى كل الأذواق في مختلف الوطن العربي؟ لو نأخذ هيك صورة عامة أو لمحة عامة عن الدراما رمضان 2023. بداية يعني الدراما رمضان 2023 في تنوع وثراء في الإنتاج. احنا بنتكلم في رقم ما كانش بقى معتاد في السنين اللي فاتت، يعني كنا دايما اعداد اقل من كده بكتير في المسلسلات. ولكن طبعا في مجموعه من الظواهر ما نقدرش نغفل عنها، وهي اولا ان احنا عندنا مسلسلات ال15 حلقه، ده يعني رجعنا تاني، وده حضرتك عارفه طبعا وكلكم عارفين ده كان زمان جدا التلفزيون المصري بينتجه، وكان ده جزء من الانتاج، فكره ال15 حلقه او ال10 حلقات او حتى السبعيات. فرجعنا لهذا النمط من الانتاج تاني، وده كمان ادى الى ان احنا عندنا نجوم كتير بيشتغلوا وفنيين اكتر بيشتغلوا، وبنشوف فرصه لحتى مخرجين وشباب كتير جدا في المسلسلات دي. الظاهره التانية بالنسبه لي انا اللي كانت مهمه قوي، ان احنا عندنا مسلسلات رجعنا نقدم حاجه ليها علاقه بالصعيد. احنا خرجنا بره القاهره مثلا، خرجنا بره الكومباوندز اللي هي احنا قعدنا فتره كان عندنا موضه مسلسلات الكومباوندز، شفنا الصعيد، شفنا دمياط، شفنا اسكندريه، ففي كمان محافظات مختلفه جوه الدراما بشخصيات مختلفه. الصعيد رجع، كمان اللي هو اجواء الريف المصري، لو قلت حضره العمده لروبي، ايضا تصدر النجمات الدراما هذا العام، يعني ده كده ما تقدريش تغفليه، سواء على مستوى القضايا النسائيه اللي بتطرح من خلال الاعمال او البطولات النسائيه. الحقيقه الغلبه هذا العام للسيدات، يعني ده النجمات السيدات هم ليهم الغلبه في هذا الموسم. انا بالنسبه لي الشيء المبهج في دراما رمضان هذا العام ان انا كمان عندي عدد من النجوم الكبار اللي رجعوا تاني متواجدين في الدراما، وده الحقيقه ان هو كان ابتدى بيحصل من اكتر من موسم، بس السنه دي كده في تاكيد ليهم، فعامل حاله من الرسوخ والثقل في عدد من الاعمال المعروضه على الشاشات. بالتوازي هنلاقي ان في مجموعه من الوجوه الجديده، يعني ده كمان جزء من ان دراما رمضان بتديك الاحساس ده، ان احنا طول الوقت كاننا بنشوف نجوم خلف الكاميرا وقدام الكاميرا، سواء نجوم الشباب الصغارين او النجوم التقنيين. انا الحقيقه من الحاجات اللي اتعلمتها خلال مواسم رمضان اللي فاتت ان انا اركز قوي قوي في العناصر الفنيه اللي بتشتغل.
طبعا كلنا عارفين السينما شوية تراجعت كثير جدا وعندها مشاكلها وأزماتها، كل ده انعكس بشكل أو بآخر لصالح الدراما. فبقى الحقيقة عندنا تميز في عناصر فنية كتير على مستوى التصوير، الإخراج، الديكور، الموسيقى التصويرية، وده واضح إن احنا بقينا في أسماء بنستنى شغلها من رمضان لرمضان في يعني في الموسيقى التصويرية. ممكن أقول لك مثلا أستاذ تامر كروان، أستاذ شادي مؤنس، في أسماء كده بعينها، خالد القمار، يعني صح. أنا خلاص احنا بقينا بندور وبدأت وبدأت الناس ده. تنتبه ليها كمان. طيب هو ده مهم طبعا، ده من الكلام، من السؤال اللي أنا سألته. أنا هاخدك لسؤال تاني برضو أعتقد أن أنت هتكوني مهتمة بيه، يعني فكرة كمان عودة، مش عايز أقول المسلسل الديني والتاريخي طبعاً، ولكن العودة كمان بالمحتوى، يعني عودة يعني أن نعود ونعود بمحتوى إحنا محتاجينه. رسالة الإمام، وطبعا الأئمة الأربعة منهم الإمام الشافعي، وأنه المواطن البسيط أو المشاهد البسيط يعرف كمان يقترب أكثر من الإمام صحيح، ويعرف الفكر في هذا الزمن تحديدا. فرأيك إيه في هذه العودة، نسميها دينية تاريخية أو نسميها مسلسل بهذه القوة؟ اختيار الإمام الشافعي أصلا الشخصية أنا بشوف أنه اختيار مهم جدا. هو رابع الأئمة، ولكنه أيضا المعروف بالوسطية بعد يعني حالة من الاجتهاد وإعمال العقل ورحلته سواء بين مكة والعراق ومصر. فالمسلسل هو مش سيرة ذاتية عن الإمام، لأن بعض الناس بتحاسب العمل طبعا كأنه سيرة ذاتية عن الإمام، وعن حقبة معينة أو الفترة اللي هو وصل فيها مصر، وهو شايف إيه، كأنها صور متناثرة اللي كان بيشوفه من الحياة في الفسطاط في هذا التوقيت صحيح. جزء منه كان شغل أنه بيشتغل على فكرة التدوين، ودي كانت فكرة مهمة جدا حتى في الحلقات الأخيرة. هو بيفكر يعني هو التراث ده اللي هو بيسيبه، التدوين ده مهم جدا هو يسجل لما للناس اللي جاية بعد كده والأجيال القادمة، هو حفظ هذا التراث. من خلال ده انت بتنسجي، يعني هو حتى يمكن صناع العمل كاتبين قبل العرض التترات ان ده مسلسل لا يستند، يعني هو واخد جزء من التاريخ ولكن في جزء من الخيال والواقع عشان تعملي دراما. هو جزء كمان لان احنا بنقول احيانا بيبقى في شخصيات دراميه هي شخصيات احاديه، انت مش هتلاقي عنده صراع، مرات صراع عالي قوي، وهتلاقي ان هو شخص شديد يعني سوي جدا، فصعب هنا دراميا تشتغلي عليه. ده يعني بيبقى صعوبة تناول مثل هذه الشخصيات زي شخصية طبعا الإمام الشافعي. عشان كده لخلق هذا النوع من الدراما، فأنا بشوف إن ده تحدي كبير جدا بيكتبه. طب كلمينا كمان وإنتي في رسالة الإمام تحديدا عن الخبرة المصرية العربية، عشان المخرج كمان. أنا طبعا ما ده أنا هقول بس اللي أنا بقصده إن هو المسلسل يعني رغم إن هي الشخصية هنا حيقول لك دي شخصية تصلح للدراما ولا تصلح للدراما، ولكن هم قدروا يخلوها تصلح للدراما، لأن هو الإمام بيخوض صراعات داخلية على مستوى اجتهاده هو في الدين، اجتهاده في الفقه، على مستوى الصراعات اللي حواليه وكيف ينأى بنفسه بعيدا عن هذه الصراعات. طول الوقت في شعره ما بينه وبين، فهو عشان كده يمكن كمان خلق شخصيات وقصص حوالين الإمام، زي شخصية عمر العمر اللي هو بيحب البنت اللي سلمى أبو ضيف، ففي تركيبات كده، إبراهيم الولد اللي هو اليتيم اللي هو بيتبناه، هو عاملين الخطوط الدرامية للجذب. اما فكره بقى وجود الليس حجه، انا بشوف ان الليس حجه انا الحقيقه بتابع شغله، يعني كمان سواء في السينما واشتغل سينما واشتغل دراما، هو من اهم المخرجين في الدراما السوريه. احساسه بالعمل يعني ده احنا هنا قدام، مش هقول بقى لوحات تشكيليه في بصريا، هو كمان مستعين بعناصر فنيه شديده التميز على مستوى الازياء، على مستوى الديكورات، على مستوى كمان عينه الاماكن اللي مختار فيها، عشان ترجعي للفسطاط، مش هقول بقى القاهره او مصر، لا الفسطاط في هذا التوقيت، فتختاري حتى ده تصميم الازياء، اختيار حتى الممثلين من كل الدول العربيه مش بس من مصر. يعني هو في كمان تميز، يعني فرح بسيسو في دور الفنانه الاردنيه طبعا القديره، يعني طبعا في دور السيده نفيسه، يعني هي كمان تطفي هاله يعني بأدائها كبيرة بالحالة. التناغم اللي بينها وبين خالد النبوي، فانا بشوف ان المسلسل هو من الاعمال كمان محتاجه تاني في المشاهده. ده مش عمل تشوفيه وانت بتتفرجي على فواصل اعلانات خالص الحقيقه، ده محتاج تركيز، لان جمل الحوار نفسها انت كمان محتاجه تسالي عنها. انا هقول لحضرتك كمان الحكم إيه؟ كمان اللي مش بس الحكم، هو الجزء في ناس احيانا تقول ايه يعني في مغالطات في مش عارف كذا، يا جماعه وانا بالنسبه لي انت تقدم عمل تاريخي يثير التساؤلات، تخلي الاجيال الجديده تدور عن هذا الشخص ده، بالنسبه لي انا المكسب الحقيقي ان انا اخلي الاجيال الجديده تبتدي تنتبه ان في شخص اسمه الامام الشافعي. احنا عندنا معروف ان هو يعني الناس بتروح تتبرك بالمقام، الناس يعني له عندنا كمان من اقدر اقول من السطوه الدينيه والحضور القوي للغايه، ولكن انت هنا تخلي الاجيال الصغيره تبتدي تنتبه، ده بالنسبه لي هو المهم، لان احنا كمان في
نقدر نقول بقى في انفصال عن هويتنا الحقيقيه. فان احنا بنقدم هذا النوع من الاعمال انا بشوف ان ده بقى حتميه وفرض عين. يعني احنا زمان كان التلفزيون بيقدم، ده اتحاد الاذاعه والتلفزيون كان بينتج وقطاع الانتاج، ولكن للاسف في السنوات الاخيره كان ايه بقى، بنعرضها الساعه 2 بالليل الساعه 3 الفجر ما كانش حد بيشوفها. فبقت الحجه ان هذه الاعمال تتطلب كلفه انتاجيه عاليه، ولكن واحنا ان احنا مش قادرين نعملها دلوقتي. بس الحقيقه احنا قادرين، والامام الشافعي هذه التجربه اثبتت ان احنا نقدر نعملها ونعملها بشكل جيد ونتجاوز اي اخطاء حصل. والصدى اللي حازه هذا المسلسل هو دليل، اكبر دليل على النجاح. انا معك. طيب استاذه علا، بدنا نحكي شوي من وجهه نظر المتلقي الجمهور، كيف بتشوفي انه الدراما المصريه فعلا لبت مطالب الشارع المصري ورغباته اللي يشوفها من خلال هاي المسلسلات، طموحاته تطلعاته اماله؟ بص، هو الحقيقه الموسم ده، لان فعلا الاعمال كتير، وفكره ال 15 حلقه مديه احساس ان في يعني مسلسلات كتير قوي، ولكن هو ما نقدرش نقول ان الذوق العام هو واحد، ما نقدرش نقول ان الجمهور كله. عاده بيبقى في مسلسل عامل حاله كده سواء على السوشيال ميديا او بين الناس، يحقق هذه الحاله جعفر العمده، شئنا ام ابينا. يعني هو جعفر العمده عامل هذه الحاله على السوشيال ميديا، والحاله فيه تفاعل وناس بتسال مين اللي خطف ابنه مين، هيوصل لبلاد ولا لا. فالتساؤلات دي حتى المطروحه، يعني انا بشوف ان هو نجاح لكتابه المسلسل. انت طول الوقت بتشغل ذهن الناس معاك، بيدوروا وعايزين يعرفوا امتى بقى هيعرف ان هو ابنه. يعني الناس بتجاوب له، ده في مثلا وصل على السوشيال ميديا، يا عم بص ده قاعد جنبك هنا، بص كده بس بعينك شويه هتشوف بلال. فاقصد الحاله دي ده ما نقدرش ننكرها، هو عامل نجاح على مستوى الشارع، وده يمكن كان تحدي لمحمد رمضان، لان يمكن تجربته السنه اللي فاتت يعني هو بالنسبه له ما كانتش مرضيه. يمكن في الناس اللي زي انا حبوا المسلسل، لكن في هو بالنسبه له كان نجم، كان محتاج ان هو يرجع تاني للتيمه الشعبيه، وهو يعني بيعرف يعمل ده كويس قوي مع محمد سامي. فاقدر اقول ان جعفر العمده على مستوى الشارع الحقيقه موجود، وموجود بشكل كبير قوي. كمان مسلسل تاني انا بشوف ان هو ما خدش حقه، ولكن ده مع اعاده العرض التاني، اللي هو المسلسلات الاجتماعيه. في مسلسلات اتعملت كده اخذت تيمات اجتماعيه مهمه قوي زي مذكرات زوج. مسلسل سبق ان هو اتعمل قبل كده عن كتاب للاستاذ احمد بهجت الكاتب الكبير، قدمه قبل كده الاستاذ محمود ياسين من فتره طويله قوي. صحيح. ذكاء محمد سليمان عبد الملك كاتب السيناريو ان هو يعمله ده تاني بمعالجه عصريه، انا بشوف ان ده كان شيء، كان فيه شطاره جدا. اختيار وظيفه البطل اللي هو كمان تسميه الحلقات اللي هي مرتبطه بوظيفه البطل، يعني هو شغال في المراقب جوي في المطار، فكل الحلقات هنا مثلا اللاندنج الهبوط اللي مش عارف يعني كله، فهو عاملها له مسمي الحلقات بالشكل ده. الحقيقه المسلسل ده من اجمل المسلسلات اللي تعرضت، رغم ان يمكن ما فيش ناس كتير انتبهت الا ما بعد خلص المسلسل او بدايه الحلقه الخامسه ابتدت الناس تتكلم عنه على السوشيال ميديا. افتكر في العرض الثاني هياخد يعني جزء كبير من الجماهيريه والشعبيه. هو بيعالج ازمه منتصف العمر في الزواج ومشاكل الزواج، والشخصيه اللي هي السيده المستقله بالزياده قوي اللي حاجات عندها حسابات في علاقتها بزوجها. فده كان مسلسلات ناجحه جدا. والحقيقه عائشه بن احمد هي فنانه تونسيه اثبتت شطاره غير عاديه، يعني عائشه نضجت وبتعمل دور مهم جدا في المسلسل ده مع طارق لطفي. وكمان من مميزات الموسم، يعني ده يعني كمان كنت هقولها لكم في الاول، ان في نجوم كتير قوي غيروا من جلدهم. يعني طارق لطفي خارج المسلسل اسمه جزيرة غمام، وده كان مسلسل يعني عامل فيه دور حقيقه دور يخوف طبعا. طارق فهو هنا خرج تاني بدور راجل اجتماعي بسيط. احنا عندنا عنده خمس نجوم خرجوا من المسلسل ده. ياسر جلال خرج برضو من تركيبه كان عاملها، فخرج تاني بمسلسل علاقه مشروع، احمد امين في السفاره. فاقصد فيه هنا، وده كمان ذكاء، انا بشوف كل ما الفنان او الممثل ما يستسلمش للنمط الناجح ده، في ناس بتستسلم يعني بيحب نفسه في هذا الاطار الشعبي الناجح فبيكمل فيه. لكن الحقيقه ان عندنا ناس من الذكاء ان هم غيروا هذا الموسم ولفتوا الانظار جدا. انا مثلا هقول علاقه مشروع ياسر جلال، انا في الاول انا يعني بالنسبه لي المسلسل برضو كان السيناريو شويه غير جاذب، ما اقدرش اقوله في ايقاع، لان المسلسل ده 15 حلقه، انت محتاج طول الوقت في فكره الاثاره، انت مستني ايه اللي هيحصل، مراته هتعرف انه متجوز ولا لا. فشويه الايقاع، رغم ان مخرجه هو بالاساس مونتير استاذ خالد مرعي، رغم ذلك الايقاع كان شويه بيقع من المسلسل. لكن انا اتفاجئت مثلا ان انا امي بتتفرج على المسلسل، يعني ده مش شريحه سن امي، بس كان بالنسبه لها من المسلسلات اللي جذباها جدا وشدها. وخلينا نقول برضو نضال الشافعي في الحلقات الاخيره شد الريتم. نضال وجود المحقق الحقيقه. انا بصي نضال في الامام الشافعي، ونضال في كمان في العلاقه مشروعه، دور الضابط المباحث اللي بيحقق
عامله بلازمات خاصه جدا سواء على مستوى المشيه والاداء وطريقه كلامه مع الناس، جسمه حتى هو ماشي، نظراته اللي قاعد بيحقق معاه. فالحقيقه نضال عنده حضور قوي هذا المستوى. استاذ علي، هذا اللي تتحدثين به حقيقه، رؤيه الناقد تختلف يمكن عنا، احنا بنتابع المسلسلات او الدراما بيختلف رؤيه الناقد بمنظار خاص، ينظر الى الرؤيه الاخراجيه، الكواليتي، الصور، الاماكن، البيئه. اليوم نتحدث ايضا عن اعاده حقيقه روايه الاديب يوسف ادريس. هذه الروايه هي من خلال العمل سر الباتع. هذا نتساءل اليوم، اعاده الروايات القديمه والبحث عنها بشكل جديد، هل هو احياء للنصوص؟ هل يخاف المخرج او يبحث عن اعاده النصوص واعادتها للمشاهد والمتلقي، كما يقول في بعض المقوله النصوص ميته يحييها القراء في بعض الاحيان؟ انا يعني بدايه استاذ يوسف ادريس هي تعتبر نوفيلا، بيسموها تقريبا نوفيلا، ان هي حوالي 60 صفحه، مش قصه قصيره ولا روايه طويله. سر الباتع واحده من اجمل ما كتب يوسف ادريس، لان الحياه محمله بكثير من الرموز وليها علاقه جدا بالهويه المصريه، كيف يقاوم الفلاح المصري، علاقته بالارض المصريه، فهي مليانه برموز مش محتاجه كلام كتير، ومش محتاجه ان انت كسيناريست حتى تقعد تشتغل عليها. لان يوسف ادريس من مميزات ادبه الصور، هو طول الوقت عنده صوره شديده الثراء وغنيه جدا، حبكه عاليه في كتابه ونسج. ده صحيح. فانا يعني فكره ان احنا نرجع للادب، انا بشوف ان هي ميزه وعيب في نفس الوقت، لان لو ما كنتش انت قد هذا النص وقد العمق اللي في النص ممكن يحصل مشكله، لان كمان احنا يعني دايما عاده بتبقى في نصوص اكبر. يعني انت لو قلت مثلا مين هيعمل 100 عام من العزله المركزي، فممكن تتخض، مين هيعمل هذا العالم المليان بكل التفاصيل دي والثراء ده بالشخصيات وتركيبتها. فعشان كده يعني احيانا في اعمال كده تاخدها وتحلق بيها، او العكس صحيح. بس انا مع ان احنا ندور في الادب، لان الحقيقه ان احنا الادب عندنا مليان، والادب العربي مش بس الادب المصري، بكثير من النصوص التي تستحق ان احنا نقدمها، وده بيبقى ضمان على فكره، لان انت عندك شخصيات مبنيه بشكل جيد جدا، حوار بدايات الحوار مكتوب بين الشخصيات، فبيبقى ضمانه ونجاح حوالي مثلا 60% من العمل، انت ضامن انه ناجح. الباقي بقى ده له علاقه بالصوره، بالملابس، بالازياء، بالشكل. شوف سر الباتع، يمكن المسلسل في بعض الناس يعني على السوشيال ميديا شويه كانوا مش حابين العمل ولا تاثيره، ولكن انا بالنسبه لي الحقيقه في مجهود بصري مبذول ما يقدرش حد ينكره. على مستوى الصوره الاستاذ سامح سليم، انا ما اقدرش انكر الجهد البصري اللي هو بذله، ما اقدرش انكر كمان الازياء، في اجتهاد في تصميم حاجات منها بتتعلق بالفلاحين وشكل الفلاحين، طبعا في اخطاء، يعني مش هنقول لازم هنقول بتحصل في اخطاء، ولكن انا لازلت عند رايي ان سور الباتع دي واحده من اعمق ما كتب يوسف ادريس. يعني احنا عم نستمع بطريقه يعني ناقده بطريقه محترفه جدا، يعني لو عايزه اقول لك اللي ما شافش المسلسلات بعد ما يسمع علا هيدور عليها. بالضبط، انا في مسلسلات مثلا اكيد يعني مش الكل شاهد كل المسلسلات، بس وانت عم تحكي بالطريقه الاحترافيه شديتيني اني اروح اشاهد بعض من المسلسلات اللي انا اديتكم انا الخلطه السحريه على علا الشافعي. طيب خلينا نتوقف مع فاصل مشاهدينا، وبعد ذلك نعود لبيت للكل. رجعنا لكم مشاهدينا لاستديو بيت للكل من ماسبيرو القاهره، ونعود مره اخرى ونرحب بضيفه البرنامج الكاتبه والناقده علا الشافعي. استاذه علا، الكتيبه 101، هذا العمل الوطني نستطيع أن نقول الدرامي الوطني، أخذ صدى كبير جدا، ويعني إنجاز لنا أن نقول بأنه امتداد أيضا لسلسلة مسلسل الاختيار، حصل على شغف المشاهد بشكل كبير جدا. الآن ما هو التحليل والنقد لهذا العمل، ولماذا استهوى المشاهد أيضا هذا العمل بالتحديد؟ الحقيقة إن أي حد فينا ينكر أن إحنا الأعمال دي فيها زيادة شوية أو الدوز عالي شوية، لا، محتاجينها عشان الاجيال الشابه اللي ما تعرفش جزء من تاريخها. انا مثلا يعني اللي هو تقول لي بتحلمي، احلم ان انا اشوف جزء من الماضي مع الحاضر، لان الحاجات ليها علاقه ببعض. يعني انا مثلا ما اشوف كده ابص بعيني اقول ان فتره حرب الاستنزاف هي فتره شديده الثراء في مصر. صحيح. عندنا يعني كتير من الابطال في هذه الفتره، كتير من المعارك اللي تم خاضتها القوات المسلحه في هذه الفتره، لا تقل ان انا بقول اللي حصل في سيناء واللي حصل وتطهير سيناء من الارهاب هو ايضا مهم. يعني انا مثلا فيلم في الكتيبة فيلم الممر، وشوفي كمان نفس التعبير ان الناس قالت هذه الاعمال مش هتنجح ومش هتجيب ايرادات، اتعمل في السينما كسر الدنيا، يعني كسر الدنيا، وكان قاعات العرض تبقى ممتلئه عن اخرها. فاللي بقصد ان ده بيعمل هنا حاله شغف وتشوق. لحد الان كل الدول الاوروبيه وامريكا بيشتغلوا على الحرب العالميه الاولى والثانيه، فده معناه ان ده مهم يا جماعه، ليه علاقه بهويتك، بتاريخك، تعرفه وتحفظه وتعرف ابطالك.
وانا لو عددت في تاريخنا احنا عندنا كتير من الابطال يستحقوا وكتير من المعارك تستحق ان احنا وهو ضروري كمان للاجيال القادمه. طبعا ده مهم جدا. انا بقى بالنسبه لي الحقيقه الكتيبه انا يعني زي ما كنت بتكلم معاكم قبل الهوا اول حلقتين ثلاثه شويه الاحساس كانت الدراما هاديه قوي رغم ان الصوره بصريا عاليه جدا وده كمان على فكره الاثنين من ثنائيات رمضان محمد مختار مدير التصوير ومحمد سلامه المخرج دول من اهم الثنائيات اللي موجوده في المواسم الرمضانيه بقى لهم اكتر من 3 سنين. الحقيقه مخرج سلامه مخرج شاطر جدا ذكي في التفاصيل محمد مختار بيشتغل تصوير باحساس الحقيقه مديرين التصوير في العالم كانه بيعمل لوحات تشكيليه ده هيبان جدا في تنفيذه للمعارك في تنفيذه لبعض الشطات اللي ليها علاقه بالمطاردات بالليل ده يعني الاحساس هو نفسه انا هو اللي خلاني ارجع تاني اركز في الشطات بعينها على الفيسبوك وبينشر شغله صور ملقطات من المسلسل فرجعت تاني اعيد الحلقه عشان اتفرج اوقف لان هو ساعتها هتلاقي ان في لوحات عالميه هو مستوحى منها الكادرات بتاعته ده شيء جيد قوي ده معناه مدير تصوير بيشوف وبيتفرج ده مهم جدا لاي مدير تصوير. فالكتيبه بعد الحلقه الثالثه انا بشوف ان الاحداث ابتدت تشد جدا شخصيه نور اللي عاملها عمرو يوسف شخصيه خالد اللي عاملها اسر ياسين التناغم اللي بين عمرو يوسف ولبلبه انا لبلبه من مفاجات المسلسل ومفاجات يعني رمضان السنه دي في دور الام لعمرو يوسف هي عاملاه بلطافه جدا وخفه هم الاثنين علاقتهم ببعض كمان بقى جزء مهم في الكتيبه انا بالنسبه لي في حاجات احنا ما كناش نعرفها يعني انت دايما تسمعي تفجير كمين ولكن ما نعرفش ايه اللي حصل على ارض الواقع ده الكتيبه بيعكسه هذا العام ودور الابطال من يعني مش بس اهالي سينا بقى ده بالنسبه لي كان جديد زي الشهيده مها سلام دورها وكمان شيخ القبيله اللي عمل دور خالد الصاوي ومن يخون من ايضا من الاهالي فده كله متقدم بشكل انساني كمان فكره انسانه بقى الضابط احنا دايما متعودين كان الضابط ده تحسين انه لازم يبقى سوبر هيرو فانت لا انت بتشوفيه في كل حالاته صحيح. انسانيا مع عيلته بشوف ان ده مهم بيقرب الشخصيات كمان مميزات الكتيبه الحقيقه الموسيقى التصويريه يعني تدرس يعني موسيقى تصويريه خالد حماد عاملها يعني بصراحه يعني لو سمعت التراك لوحده انت مش هزعل خلاص عرفت ان ده الكتيبه وانا بشوف ده سر من نجاح المسلسل كمان صحيح استاذ علا يعني حكيتي عن بعض المشاهد اللي كانت موجوده في مسلسل الكتيبه 101 يعني بنحكي عن مشهد الاقتحام الليلي كان مشهد رائع جدا انت شايفه معي ايوه طبعا وايضا يعني في واحده من المشاهد كمان كان في حوار بين جنديين وعم بيقولوا انه اخوي الصغير عم بيقول انه راح حابب انه يفوت الجيش هذا فعلا اللي حكيتي عنه انه احنا ننقل الرساله والوعي للجيل الشاب الجديد صحيح. كيف هذا الفعل كيف هذا الامر بالفعل كان موجود وراسخ في مسلسل الكاتب 101 نقله للجيل الجديد يعني ما هو ده دور من اللي يمكن الدراما الوطنيه بتعمله على مدار السنوات اللي فاتت يعني احنا دايما كنا نسمع اي حد صغير هو نفسه يبقى ضابط فانت كمان بتشوف المعاناه اللي بيعيشها الضباط فانت هتبقى قد التحدي ده وهتبقى ضابط يعني ان فكره الضابط مش البدله لا هو انت عندك مهمات بتقوم بيها او مهمات بتقوم بيها والخوف على الوطن وعلاقتك بارضك وحمايه ارضك وتراب بلدك ده شيء مهم جدا فانا بشوف ان ده يعني ده شيء من اللي بترسخه النوع ده من الدراما كمان الفكره ان هو في الفينال في اخر كل حلقه ان هو بيهدي او بيكتب اسماء الشهداء الحقيقيين ده كمان يعني كانه اهداء لارواح هؤلاء الشهداء على الاقل نعرفهم هو جزء منه توثيق وتاريخ جزء من الدراما الوطنيه انت بتوثق وبتارخ لاحداث حقيقيه حصلت بالفعل استاذ على حقيقه من تتحدثين عن الاعمال الرمضانيه بهذه الدقه وهذه المراقبه عن كثب حقيقه نشعر بفخر كبير بان وجود هذه الاعداد الكبيره من الممثلين وايضا اعاده الذائقه العربيه الى ممثلين قدماء قدموا تجارب كبيره يوم نتحدث عن تجربه ايضا مهمه بالنسبه على صعيد العراق عندنا 20 مسلسل درامي خلال هذا الموسم تجربه 15 حلقه في مصر تجربه 10 حلقات في العراق في العراق وثق تجارب أيضا وتضحيات أبناء الشعب العراقي من أبناء الحشد والجيش العراقي في تحرير الأرض العراقية ضد داعش وفي بعض الأحيان قال 15 حلقة أو 10 حلقات سبقت أحداث مسلسلات قدمت 30 حلقة في سردية وفي طول الفترة على مدار صحيح. كل شهر رمضان المبارك أنا هرجع برضو هو التاريخ الدراما مش بالمتر يعني خلينا بقى متفقين أن الدراما مش بالمتر زمان في التلفزيون المصري كان دايما في حاجه اسمها السهره التلفزيونيه استاذتنا طبعا استاذه شفكي تقول ده كان طبعًا. في كمان السبعيه 7 حلقات كان في دراما 15 حلقه وكان الكتاب الكبار استاذ وحيد حامد استاذ اسامه انور عكاشه استاذ محسن زايد كل كتابنا الكبار ممكن يبقى عنده مسلسل 15 حلقه او 20 حلقه استاذ وحيد حامد لو تفتكري حضرتك اواني الورد كان 27 حلقه وكان معروض في رمضان صحيح. فده معناه ان هنا هو الباترون بتاعه خلص هنا الدراما خلصت هنا فكره المط والتطويل ده بقى ده بسبب
المعلن، لان المعلن فرض شروطه في مرحله بعينها انه عايز مسلسل 30 حلقه، فابتدى كل المسلسلات تشتغل 30 حلقه. فاحنا حتى كده في الصحافه كنا بنسمي حاجه انه بعد الحلقه العشرة في 10 حلقات كده اسمهم سكته دراميه، مفيش حاجه بتحصل برود. انت قاعد الحاجات طبعا سكته دراميه، فده كان بيحصل. فقعدنا تاني نقول يا جماعه ارجعوا للاصل الاشياء. اصل الاشياء هو انت مساحتك الدراميه دي الحدوته دي تستحمل كام؟ 10 حلقات، اعملهم 10 حلقات هتلاقي جمهور. وبالمناسبه انت بتعمل 10 حلقات يعني 10 في 10 ده يعني معناه ان عندك 3 نجوم شغالين معاهم، شوف قصة تاني قد ايه، ناس ورا الكاميرا قد ايه. فهي الحسبه مش كده خالص. جت المنصات، اللي حصل ان المنصات احيت كل ده من جديد تاني. المعلنين كانوا شويه بيبقوا متضايقين من ده وشايفين ان موسم رمضان يبقى بره الحكايه دي، ابتدى ده يتعامل في الاوف سيزون. فرجعنا المنصات شجعت انه لا يعني ده في انتاج مسلسلات خمس، انت بتشوف 5 حلقات على كل المنصات اللي بنشوفها على مستوى العالم، المهم الحدوته بتاعتك بتتحك ازاي وبايقاع شكله ايه. فالحمد لله، الحمد لله اخيرا الناس استمعت لهذا الكلام. احنا عندنا 20 دقيقه بس يحتاج كاتب ماهر حتى يكتب هذه ال 20 دقيقه عشان يكثف ويعمل ده. فرجعنا تاني، الموسم ده شهد ان احنا عندنا اكتر من عمل في تدور احداثه في 15 حلقه. الشطاره بقى انت تعمل الايقاع ده ما يقعش منك ثانيه، لان احنا كمان بقى في ناس برضو حتى 15 حلقه كان فيهم مشكله المط والتطويل، يعني في بعض الاحيان، في بعض مش كل الاعمال اللي عرضت. لا لو قلت مذكرات زوج لا ما تعرضش لده. منى زكي الحقيقه بادي بدايه قويه جدا تحت الوصايا، بدايه لافته جدا، مش بس يعني انا بقول يعني الحقيقه منى بتنضج عام بعد عام، اختياراتها شديد الذكاء في المسلسل، شغلها على تفاصيل الشخصيه. انت منى انا يعني مشهد الفرح انت شفتيه على المركب طبعا، طبعا دي بنت من عندنا من البلد، يعني صح. انا لو هقول دي من عندنا من البلد، لبسها وازياءها حتى طريقه رقصها وطريقه الرقص وكل حاجه. فده كمان شطارتها، معها مخرج في منتهى الذكاء محمد شاكر خضير، ده من اهم المخرجين المصريين، معها كمان كرو كله انا بشوف كلهم شديد التميز. فال15 حلقه اهو لو نجمه بحجم منى عملتهم، فانا بشوف ان ده شيء كويس قوي يشجع الناس. لا العين كمان خطفتك، انت رحتي دمياط اللي هو الله. ده بالظبط خرجتي دمياط، خرجتي بره يعني بره. انا لو تفتكري قعدنا كنا بنتكلم على ده قد ايه، تشوفي الصعيد تشوفي المحافظات الاخرى، ده بيبقى كمان للعين، الناس ما بتعرفش الاماكن والمحافظات. انا مثلا من الناس اللي رحت دمياط دي مره واحده في حياتي، هنلاقي ان في نجوم ونجمات تمسكوا بفكره ال 30 حلقه. لو هنرجع تاني هتلاقي ان في عندنا ناس متمسكين بفكره ال 30 حلقه. ويعني لو قلت نيلي كريم فعمله نادره هي عندها 30 حلقه، ونيلي كريم بقى الصعيد يعني الصعيد وفي التسعينات، يعني هو يمكن كمان مش الصعيد حاليا، لا منطقه فتره زمنيه قبل كده استاذ مدحت العدل عاملها. فيعني والاثنين بقى لمنى ومنى ونيلي بيتكلموا عن الميراث، يعني ازمه الميراث والسيدات ومشاكل الورث والمراه التي لا ترث، وان اهل الزوج بيفرضوا عليهم عليها الوصايا. فده كمان جزء منه قضايا المراه اللي بقت مؤخرا تطرح في الدراما المصريه. طيب اذا بدنا نحكي انه تعبير استخدمتي يعني انا استهواني انه الدراما مش في المتر. اه والله تعبير رائع. برضو لاحظنا بأنه في بعض من الأعمال اللي كان إيقاعها يتسم بالسرعة، يعني ما في تطويل، كمان جذبت المشاهد زي علاقة مشروعة، كان المشاهد يعني بيستنى نهاية الحلقة لأنه كل حلقة فيها شيء جديد عايز يعرفه هيتقفش ولا لا فبيستنى الحلقة اللي بعديها. الآن هل المشاهد يعني بحاجة إلى أعمال ليس بها تطويل؟ ما هو المطلوب؟ يعني متى ينجح العمل السريع اللي ما فيه تطويل؟ هل له شروط معينة حتى ينجح؟ ولا نبقى في الوضع اللي احنا تعودنا عليه للدراما اللي مثلا 30 حلقة؟ يعني هو فكرة انه ينجح لو انت طول الوقت قاعدة مستنية اللي هيحصل ايه؟ ده بالنسبة ده نجاح للمخرج والمؤلف والمخرج والمونتير كمان، يعني بشكل اساسي جدا. انت قفلت الحلقة والناس قاعدة متشوقة. ميزة المنصة مثلا انت تحصل لك الحالة دي، يعني انا لو حضرتك بتتفرجي على اي منصة عالمية، انت في مسلسل ممكن تقعدي تخلصي السيزون بتاعه انت قاعدة، لانك مش قادره تستني انك تستني لا انت عايزه تشوفي كله على بعضه. فده بالنسبه لي انا هو ده له علاقه بالكتابه بدايه، رسم الشخصيات مرسومه ازاي، الشخصيات انت تماهيتي معاها وحبيتي الشخصيات ولا لا، بقيتي واخده موقف من حد منهم ولا لا، وايضا الايقاع. الايقاع ده يعني مخرج بشكل اساسي جدا. فكل ما يكون بالايقاع ده الفكرة اللهاس دي، ان انت طول الوقت كانك قاعده ايه بعدين السؤال طيب، فده بالنسبه لي انا ده شيء بيبقى مهم جدا من المخرج العمل. يمكن عشان كده انا قلت ان الاستاذ خالد مرعي هو بالاساس مونتير، ومونتير شاطر جدا خالد مرعي، فعشان كده يمكن هو عامل الحاله دي الناس قاعده مستنيه ايه اللي هيحصل. انا لسه بتفق مع لنا انه كان مفروض علا الشافعي قبل رمضان تبقى هي الجايد، عارف اللي زي اللي هي تقول للناس يشوفوا ايه. طيب انا عايزه اروح معاكي لسوق الكانتو، يعني سوق الكانتو من الاعمال المهمه، ولو انا بتكلم على
ناس بتتفرج على دراما مصريه فهيسالوا هو ايه سوق الكانتو. انا سالتك اياه شركه يعني كنا هون قبل رمضان فكنا بنحكي انه الكانتو فبسال انه ايش الكانتو فشرحتي لي ايش الكانتو لانه هذا المصطلح مش الكل فهو مصري قوي مرتبط بالتجاره المصريه صحيح. ومرتبط جدا برضو بوجود يعني المصريين يتعاملوا مع ايطاليا ومع فرنسا وبداوا يجيبوا الباله وبقى وليها سوق وليها شعبيه وموجوده لغايه دلوقتي قلت البلا. فالفكره بان احنا بنعود لحقب قديمه جدا في مصر وفيها مهنه التجاره موجوده وايه اللي حصل حتى الفتوه كان شكله متغير تماما يعني. فكلمينا عن سوق الكانتو بقى شفتيه ازاي؟ يبدو بقى انا هقول لك سوق الكانتو انا بشوفه برضو من الاعمال المظلومه لانه هو الحقبه الزمنيه دي والفتره دي او الفتره التاريخيه دي فتره ملهمه انا بشوفها ملهمه جدا لان مش احنا بنقراها كتب التاريخ. الفتوة هو شخص أكتر مرتبط بأدب نجيب محفوظ فهو كمان هي الفترة يعني تقريبا يمكن نفس التوقيت ده الأستاذ نجيب كتب عنه في الثلاثية. فأنا بشوف أن هاني سرحان المؤلف بيحب الفترة دي كمان فكرة السوق دي فترة أنا بشوف أنها فكرة مغرية لأي كاتب سيناريو. هنا بقى تجارة وشخصيات تانية ودكاكين وتفاصيل ومعلمين كبار ومعلمين صغيرين وخناقات وصراع. يمكن سوق الكانتو ما خطفش الأنظار من أول مرة ثلاثة أيام لأنه هو ابتدى خد وقت طويل قوي فرشة الشخصيات فرشة تعشيق الشخصيات وعلاقتها ببعضها البعض. فده اللي بس اللي حابب الزمن ده بتفاصيله شكل اللبس بالديكورات ده هيركز مع المسلسل هيركز الحقيقة من أول حلقة. أنا خطفني لأن أنا ده لأن أنا شفت اسكندرية اللي هي اسكندرية زمان وماي برقتها وشكلها والبحر وطبعا حسين منباوي واحد من أهم المخرجين اللي يعني خرجوا من موسم رمضان يعني صحيح. هو اتعرف حسين أكتر شغله في رمضان فابتدى نستنى شغل حسين وحسين كان هو صاحب جزيرة غمام السنة اللي فاتت فهنا عنده التميز ده وأيضا معاه مدير تصوير شديد التميز اللي هو إسلام عبد السميع ده أيضا كده يعني من الناس اللي تقول الله عندنا إسلام عبد السميع يعني أنا عادة كده لازم أقول كل سنة أقول شكرا يا إسلام إن أنت موجود لأن ده كمان قادر على صناعة صورة شديدة التميز. ومصممة الأزياء مروة عبد السميع هي شقيقة إسلام وباباهم الأستاذ محمود عبد السميع المدير التصوير القديم المهم في السينما المصرية أيوة. فهم عائلة الحقيقة عائلة مأصلة في الفن فيعني عشان كده أنت كمان بتبتدي تركزي مع ده. الفسوق الكانتو في تضافر لعناصر فنية كتيرة جدا مميزة أستاذ علا يعني ما شاء الله في بركة بالوقت طبعاً. عندك تحضر كل الأعمال وتعطيها لمحة النقدية أكيد طبعا. طيب نحكي عن السوشيال ميديا شوي هلأ صار في مجال للمتابع أنه طبعاً. يشوف المسلسل يعطي برأيه من خلال مواقع السوشيال ميديا هذا الشيء برأيك بنجح الأعمال أو بفشلها لما بيكون في مساحة للرد بشكل أكبر؟ بيعمل الاثنين يعني وكمان تعرف ان احيانا بيبقى في ناس بيبقى في لجان يعني المساله مش على مش الحقيقه مش بريئه او طول الوقت يعني في ناس كده بيبقوا قاعدين كانهم متصيدين فلان او العمل الفلاني ده مش على هوا مجموعه قوي فنبتدي يلا يبقى كلنا على العمل ده. انا من الناس السوشيال ميديا بيني وبينها مساحه ممكن اراقب من بعيد او مسافه اقصد اراقب من بعيد بس انا ما بحاولش اتاثر وتعلمت في شغلي ان انا عاده ما بحبش اقرا انطباعات عشان انا ده ما ياثرش عليا بشكل او باخر وانا بتفرج ده بالنسبه لي انا يعني في ناس كتير ايه ده انت بتتفرج على سوق الكانتو مثلا انا بتفرج يا جماعه على سوق الكانتو عاجبني يعني ده ذوق شخصي لان هو في الاخر ذوق شخصي. انا بس اللي بتمنى ان الناس تحترم اذواق بعض هي فكره ان الجمهور مش واحد يعني ذوق حضرتك غير ذوق حضرتك غير ذوقنا كل واحد ممكن يشوف حاجه يحبها وحد ثاني يشوفها لا بالنسبه له ممله. انا مثلا ممكن اشوف الصفاره من المسلسلات اللي بتضحكني لان احمد امين في البلاتو اللي بيحب البلاتو بتاع احمد امين هيحب الصفاره صحيح. ففي ناس تانية ممكن تشوف انه مش حباه حقها على فكره مش فيش حاجه خالص بس ما ينفعش ان انت تبخس الاعمال حقها. انا ده اللي يعني احيانا مجهود الحقيقه الناس ده مجهود ناس على فكره الدراما وده مش كلام مجاني ولا كلام بنقوله كده واحنا قاعدين مستريحين دي صناعه فاتحه بيوت الاف مش مئات على فكره انت ما تفكرش في النجم اللي واقف قدامك انت تفكر في النجار اللي بيدق المسمار في خشبه الديكور المساله مش حضرتك مش النجم بس هي صناعه كامله قايمه على في ناس كتير شغاله فيها الخياط اللي بيعمل مش عارف ملابس بيعملها تصميم ازياء. انا لازم ده تحيه الحقيقه من خلالكم الدكتوره ساميه عبد العزيز طبعا يعني دي كمان في رساله الامام لانها طبعا يعني عامله مجهود كبير طبعا بالازياء هي والده محمد مختار مدير التصوير أيوة. شوفي انا بقعد ادور العلاقات عشان بعرف مين والدها بيوت فنيه كلها طبعا الاستاذ علا الشافعي طبعا استمتعنا بحديثك حقيقه وشوقتينا من خلال يمكن الوقت اللي عندنا مو كافي بان نتابع كل الاعمال لكن من خلال الحياديه والموضوعيه وهذا السرد الجميل عن هذه الاحداث اللي في كل المسلسلات اللي انعرضت في الشاشه المصريه
والنجوم الكبار اللي قدموا حقيقة. أول شيء نشكر حضرتك ونشكرهم على جهدهم الكبير لنتاجات مهمة تليق بالعائلة العربية لمتابعتها بشغف، فنورتينا في برنامجنا العربي بيت للكل، وإن شاء الله دوام التوفيق، ونلتقي في موسم آخر رمضان إن شاء الله بأعمال تكون أهم ونتاجات تكون مميزة إن شاء الله بإذن الله. شكرا مشاهدينا، وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا من بيت للكل، الحلقة المميزة اللي كان فيها الكثير الكثير من النقد المدروس والبناء والنقد الموضوعي والنزيه. إلى أن نلقاكم بحلقة أخرى من بيت للكل، نتمنى لكل البيت العربي أن يكون بسلام وأمان. إلى اللقاء.